عمليات القتل المتكررة شيء مؤلم ومحزن، ونحن نطالب بحوار مجتمعي. أنت تعلم أن بعض الجماعات المتطرفة، أنا ذهبت إليهم يا عبد الباسط، أنا مش جالس في بيتي، ذهبت إلى درنا وتقابلت معهم في درنا، تقابلت مع سفيان القمو في الفندق في درنا يا عبد، ذهبت إلى كتيبة شهداء أبو سليم والذين أحييهم وأحيي أهلهم. باختصار أخي باختصار. نعم نحن ندين عمليات القتل، وأنا أقول دائما للشباب ندين عمليات القتل. أين مؤسساتها؟ نعم أين وين مؤسسة المخابرات؟ الرجل يسألك. مؤسسة المخابرات موجودة وإن كان أداها ضعيف. نعم وأقولها على الهواء، ذهبت أكثر من مرة والتقيت معهم وطلبتهم، لأن هناك حركة مريبة للأزلام في دول الجنوب.